اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الستيدي ستيت ايرور للمالتي انبوت سنجل اوتبوت يونيتي فيدباك سيستم، وهناخد 3 امثله عشان نغطي الموضوع بالتفصيل. اكزامبل واحد بيقول لي في البلوك اللي قدامك عباره عن سبيد كنترول سيستم، عندي الاوميجا كابيتال دي عباره عن الاوتبوت سبيد، الاوميجا كابيتال ار عباره عن الريفرنس سبيد اللي هي الانبوت، عندي كمان الدي اللي هي الديستربنس، عندي التي كابيتال هنا عباره عن التورك. بيقول لي في حاله الابسنس بتاع الديستربنس تورك، في حاله ان الديستربنس دي بزيرو مش موجوده، بيقول لك ذا اوتبوت سبيد از ايكوال تو ذا ريفرنس سبيد، يعني الاوتبوت سبيد اللي هي اوميجا كابيتال دي هتساوي اوميجا كابيتال ار، يعني الاوتبوت هيساوي الانبوت. خلي بالك الانبوت الاساسي عباره عن اوميجا ار، اما دي ديستربنس عباره عن ديستربنس خارجيه او نتيجه مثلا ان انا مطبق لود على الموتور او ايا كان الفكره، بس دي تعتبر انبوت ثانوي ديستربنس. فبيقول لي في حاله غياب الديستربنس كان الاوتبوت بيساوي الانبوت. بيقول لك انفستيجيت يعني عيد حل المساله ذا ريسبونس اوف ذا سيستم تو يونت ستيب ديستربنس تورك، يعني حاول تجيب الاوتبوت في حاله ان انا هخلي الديستربنس عندي يونت ستيب وهخلي الاوميجا ار بزيرو، هخلي الريفرنس عندي بزيرو. انا هحل المساله بالتفصيل وهقول لك فين السلايدات المطلوبه في المساله بالظبط. اول حاجه في حاله الريفرنس انبوت اللي هو اوميجا ار، خلي بالك ده رمز اوميجا كابت اوميجا ار، الديستربنس وقتها بزيرو، انا هفرض الديستربنس بزيرو. في نقطه مهمه في الاول، عندك السيستم ده لينير ليه مالتي انبوت، في اتنين انبوت وليه اوتبوت واحد، وعشان اجيب الاوتبوت النهائي بطبق نظريه السوبر بوزيشن، ان انا باخد الانبوت الاول مع الاوتبوت واخد الانبوت الثاني مع الاوتبوت، والاوتبوت النهائي عباره عن مجموع الاثنين اوتبوت في الحالتين. يبقى اول حاجه عشان اجيب علاقه الاوتبوت مع الريفرنس انبوت عندي بفرض الانبوت الثاني بزيرو اللي هو مين؟ الدي، الدي اوف تي بزيرو، تمام؟ يبقى ده الديستربنس عندي هفرضه بزيرو. هجيب العلاقه بين اوميجا واوميجا ار، بس وقتها الاوميجا مش هتبقى اوميجا، هسميها اوميجا واحد لان هي الاوتبوت نتيجه الاوميجا ار، لان انا فرض ده بزيرو ما ينفعش تبقى اوميجا، هسميها رمز جديد اوميجا 1. يبقى عندي حاله الديستربنس بزيرو هنا، يبقى زيرو، يبقى ما فيش حاجه داخله على السامنج، الانبوت بتاع السامنج هنا او الاشاره اللي داخله على السامنج بموجب طالعه الناحيه الثانيه، مفيش تغيير عليها، يبقى نفس الاشاره طالعه مباشره، ما فيش حاجه هتاثر عليها او تغير من شكلها او اشارتها، وبالتالي هيطلع البلوك بالشكل ده. يبقى عندي اوتبوت اهو ودي الانبوت، نقدر نجيب الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. يلا نبدا مع بعض كده، يبقى اوميجا 1 هسمي دي اوميجا 1 في الحاله دي، حط هنا سافكس 1 على اوميجا ار، هتبقى عندي الفورورد على 1 عكس الاشاره، بعد كده الفورورد في الفيدباك، تطلع بالشكل ده، هتختصرها تطلع بالشكل ده، او مباشره زي ما قلت سابقا اضرب الكي في البسط هنا تطلع كي على جي اس، مش دي الاوبن لوب واليونتي فيدباك عندي، اخد بسط الاوبن لوب اللي هو كي احطه في بسط الكلوز مقام الاوبن جي اس، يبقى جي اس زائد بسط الاوبن عندي زائد كي فوق زي ما انا قلت سابقا في الفيديوهات. يبقى عندي ترانسفير فانكشن كلوز لوب تطلع بالشكل ده، هضرب الاوميجا ار ناحيه اليمين تطلع بالشكل ده. هو اصلا في السؤال بيقول لك ان انا لما خليت الديستربنس بزيرو في حاله الابسنس غياب الديستربنس قال لي اوتبوت بيساوي الانبوت، هل الكلام ده صحيح؟ تعال نشوف مع بعض. الفاينل فاليو بتاعت الاوتبوت هسميها، خلي بالك هنا اوميجا 1 اوف ما لا نهايه اللي هي ليميت اس في اوميجا 1 اس تقول لي زيرو، دي اسمها الفاينل فاليو، هو بيتكلم على الفاينل فاليو، فانا هضرب الاس في اوميجا 1. طب الاوميجا 1 بكلها دي احطها هنا اعوض عنها، يبقى ركز معايا كده، يبقى ضربت الاس فوق يبقى ادي الكيف اس في اوميجا ار عندي، هتعوض عن اس زيرو، هتقول لي زيرو على ايه حاجه بزيرو طارت، هقول لك لا غلط، ركز معايا كده، الكي سيبها زي ما هي، الاس دي منفرده يبقى عوض عن اس بزيرو تطلع المقام كي، كي مع كي طارت يفضل عندي ليميت اس في اوميجا ار. طب يا باشمهندس عوض عن اس بزيرو؟ لا غلط، لان دول ترمين مضروبين في بعض كل منهما يعتمد على اس، خلي بالك اس اوميجا ار عباره عن اوميجا ار ما لا نهايه، مش انا قلت لسه اوميجا 1 ما لا نهايه عباره عن اس اوميجا 1 لما اس تقول لي زيرو؟ خد النظريه بطريقه معكوسه، اس اوميجا ار عباره عن ايه لما اس تقول زيرو؟ عباره عن اوميجا ار ما لا نهايه. يبقى الفاينل فاليو بتاعت الاوتبوت بتساوي الفاينل فاليو بتاعت الانبوت، يبقى في انطباق تام في حاله غياب الديستربنس. ده الكلام الجزئي اللي قالها في بدايه المساله، السلايد ده مش مطلوب في المساله. نروح في حاله الديستربنس عندي، انا هطبق الديستربنس اللي هو دي اوف اس، وقتها هفرض الاوميجا ار عندي بزيرو، ايه اللي يحصل؟ خلي بالك لما تفرض دي بزيرو الاشاره اللي جايه دي
هتطلع هنا تتضرب في سالب وتخش على الكي. طب هتتضرب في سالب وتخش على الكي وداخله بعد كده على السامنج دي بالموجب. طب ما اخد الاشاره دي انقلها هنا، صح؟ مفيش مشكله، لان عباره عن الاوتبوت ده هيتضرب في سالب يتضرب في كي يدخل هنا. يبقى هقول ان الاوتبوت ده هضربه في كي وبعد كده هضربه في سالب هنا، هي نفس الناتج. المهم عندي الديستربنس داخله بالموجب، يبقى انا هدخلها بالموجب ناحيه الشمال اهو. عندي البلوك ده نزل زي ما هو من الديستربنس للسامنج للبلوك ده للاوتبوت اهو. الاوتبوت راجع تاني مضروب في كي، رجعته تاني مضروب في كي. هخش على السامنج دي بالسالب عشان قلنا الاشاره هنا هتغير من اشارته، السالب ده هيغير من اشارته، تمام؟ طيب ودخلته بالسالب هنا، يبقى البلوك ده عملت له ريدكشن طلع بالشكل ده في حاله ان انا خليت الاوميجا ار بزيرو، تمام؟ البلوك اللي قدامك ده تعرف تجيب الكلوز لوب؟ بسيطه خالص. الفورورد اللي هي دي على واحد عكس الاشاره، الفورورد في الفيدباك، اختصر دي اضرب بسطه في مقام جي اس تطلع بالشكل ده. يلا اضرب الديستربنس في الناحيه اليمين تطلع بالشكل ده. انا عايز الفاينل فاليو لما الديستربنس عندي تبقى بيونيتي ستيب، تبقى يونت ستيب، اعوض مباشره هنا عن دي في اس بواحد على اس واجيب الفاينل فاليو، مفيش مشكله. بس تعال كده اكمل المساله قبل ما اجيب الفاينل فاليو. طول ما انت هتطبق الديستربنس الاوتبوت الاوميجا اللي هنا مش هيبقى اوميجا، اسم اوميجا دي، يعني الاوتبوت نتيجه وجود الديستربنس فقط اسمه اوميجا دي. يبقى انت عايز اوميجا دي، خلي بالك في فرق في المسميات. مش الاوميجا النهائيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاوتبوت في الحالتين او مجموع الاوتبوت في الحالتين. مجموع الاوتبوت في الحالتين يبقى هجمع الاوتبوت نتيجه الريفرنس وهجمع الاوتبوت نتيجه الديستربنس، مجموع الاثنين يديني الاوتبوت النهائي. يبقى دي السوبر بوزيشن عندي، طبقتها كده. يبقى الاوتبوت النهائي عندي هجمع الاثنين اللي انا حصلت عليهم من السلايد اللي فات، يطلع بالشكل ده. في الحقيقه هو مش طالبها في المساله، هو اصلا طالب ايه؟ طالب اللي هي الشكل الثاني اللي انا وصلت له، اللي هي كانت دي ديستربنس وعندي الاوميجا دي. ده السلايد اللي كان مطلوب في المساله. قلنا ان الريفرنس بزيرو والدي اوف اس بواحد على اس، لان هو بيقول لي طبق يونت ستيب ديستربنس تورك، ودي كانت المعادله بتاعت الاوتبوت في حاله وجود الديستربنس اللي انا جبتها. يلا كده عايز الفاينل فاليو. يبقى الفاينل فاليو في حاله وجود الديستربنس يبقى اس في اوميجا دي، دي يعني الاوتبوت نتيجه الديستربنس. هاخد دي اضربها في اس، والدي هعوض عنها بواحد على اس عشان هي يونت ستيب، هتلقى الاس طارت مع الاس، الباقي عوض فيه الاس بزيرو يطلع واحد على كي، الناتج ده يطلع واحد على كي. وقتها لو كان الانبوت عندي يونت ستيب ديستربنس الاوتبوت المفروض يطلع بزيرو. ليه؟ لان كان الانبوت الاساسي هو اوميجا ار، ده الانبوت الاساسي، لما انت تطبق عليه ديستربنس المفروض الاوتبوت مع الديستربنس يطلع زيرو، ما يطلعش ليه قيمه. فبالتالي طبعا ده يعتبر عيب عندي هنا، ان انا لما طبقت الديستربنس طلع عندي ستيدي ستيت ايرور، المفروض يطلع بزيرو. ليه يا باشمهندس؟ عشان الديستربنس دي انبوت غير مرغوب فيها، المفروض وجودها تخلي الاوتبوت يطلع بزيرو، يبقى الاوتبوت يتغير مع الريفرنس الاساسي بس اوميجا ار. نروح لاكزامبل 2 نفس الفكره، عندنا كلوزد لوب اهي، طبعا ده زي البلوك اللي فات بالظبط. بيقول لي درايف ذا اكسبريشن فور ذا ستيدي ستيت ايرور اي اس اس او فاينل فاليو ايرور، عندي في حاله وجود ان الريفرنس انبوت ار اوف اس والديستربنس انبوت ار بريزنت، يعني موجودين الاثنين، موجودين يعني الاثنين داخلين في نفس التوقيت. يبقى نفس المساله اللي فاتت هجيب السوبر بوزيشن. يبقى اقول له في حاله الريفرنس انبوت ار انا عايز الاوتبوت، يبقى افرض الدي عباره عن زيرو. لما تفرض الدي بزيرو الاشاره اللي جايه هنا مضروبه في موجب طالعه زي ما هي، يبقى ما فيش تاثير، يبقى وقتها يطلع زي ما هو. يبقى دي ما تبقاش سي، هسميها سي ار سي واحد، سميها اي رمز بس ما تبقاش سي. هتجيب الكلوز لوب هسميها سي ار هنا على الار عندي، هتبقى دي في دي، ده الفورورد على واحد زائد عشان عكس الاشاره، فورورد عندي مضروبه في واحد اللي هي الفورورد مضروبه في واحد عندي تطلع بالشكل ده. هضرب في ار ناحيه اليمين يطلع عندي البلوك او الناتج يطلع بالشكل ده. يلا في حاله الديستربنس انبوت يبقى الار دي عباره عن بزيرو، يبقى هفرض الار بزيرو، الاشاره اللي جايه هتتضرب في سالب تتضرب في البلوك خش بموجب هنا. طب ما اخد الاشاره السالبه دي وهدخلها هنا واخلي البلوك مباشره، يبقى الديستربنس هخليها ناحيه الشمال، ده هيبقى ناحيه اليمين، يبقى بين الديستربنس والاوتبوت البلوك جي 2. خلاص ركز معايا كده، وقتها ده هسميها سي دي، سي دي سوري مش اوميجا، دي هتبقى سي دي. عندي الفيدباك هيبقى البلوك جي 1 وهيبقى داخل بالسالب، تطلع بالشكل ده. طب يلا كده حضرات هتبقى دي جي 2 والفيدباك هيبقى جي 1، دي كلوز لوب عادي. هتجيب المعادله اهي زي ما اتعلمنا، خلي بالك سي دي هتعمل ايه؟ هتضرب الدي الناحيه الثانيه تطلع المعادله بالشكل ده. الناتج النهائي عباره عن ايه؟ الاوتبوت النهائي البلوك الاساسي عباره عن مجموع الاوتبوت في الحالتين، هتعوض بالحالتين عندك، هبتدي بعد ما اعوض اوحد مقامات تطلع بالشكل ده، هتلقى دايما المقامات متوحده، يبقى هضرب البسط في دي زائد البسط بتاع دي في دي تطلع بالشكل ده. يبقى دي عباره عن الاوتبوت النهائي. ليه يا باشمهندس انت بتجيب الاوتبوت؟ لان هو عايز الستيدي ستيت ايرور، ستيدي ستيت ايرور عباره عن الار ناقص السي، فانت جبت السي
يبقى ممكن اقول ان الاي بيساوي ار ناقص سي، عوض عن السي هنا وعندك الار، خلصت المساله. انا استخدمت سوبر بوزيشن في 2 سلايد عشان اجيب المعادله النهائيه دي، صح؟ على فكره ممكن اجيب الناتج ده في خطوتين بس، ركز معايا كده. اور السي مباشره، يعني كل اللي شرحته في السلايدات اللي فاتت ممكن اختصره في الخطوه دي. مش السي ده الاوتبوت النهائي؟ اه. بيساوي ايه؟ اه بيساوي عباره عن جي 2 في الانبوت اللي هنا. مش السي ده عباره عن خارج البلوك ده، عباره عن الانبوت في جي 2، عباره عن جي 2 في مين؟ في الانبوت. الانبوت اصلا عباره عن ايه؟ اه افتح قوس كبير، الدي اوف اس داخله بالموجب، يبقى افتح قوس جوه القوس، دي اوف اس داخله بالموجب، لان هي عباره عن ناتج السامنج زائد الناتج اللي هنا. الناتج اللي هنا عباره عن الايرور في جي 1. طيب الايرور ده في مشكله اشيله، يبقى عباره عن الار ناقص السي. ركز معايا كده، السي عباره عن جي 2 في الانبوت اللي هنا، الانبوت اللي هنا عباره عن ناتج السامنج، ناتج السامنج عباره عن قوس، احد الدخول بتاعتها عباره عن الدي، طب الدخل الثاني عباره عن خارج البلوك ده، يبقى هيبقى جي 1 مضروب في الايرور، يبقى عندي جي 1 مضروب في الايرور، الايرور عباره عن ايه؟ ار ناقص سي جوه القوس. شايف دي كلها؟ يبقى دي معادله في سي والاثنين انبوت اللي هو الدي والار. فك دي وخلص وخلي السي في طرف لوحدها، بعد ما تفك اهو ودي كله ناحية التانية عشان تاخد سي عامل مشترك، واللي ما فيهوش سي خليه ناحية اليمين، واقسم بعد كده تطلع سي بنفس الناتج ده. حليتها في خطوة واحدة، انت جبت السي. يبقى انا ممكن احلها بطريقتين زي ما انا قلت. المهم في الاخر عشان تجيب الايرور بتساوي ار ناقص السي. طب ما انا السي جبتها، يبقى ار ناقص دي السي اللي انا جبتها من السلايدات اللي فاتت. يبقى اعمل ايه سيادتك؟ توحد مقامات كده طلعنا الشكل ده. هل هو عايز الايرور ولا ستيدي ستيت ايرور؟ لا ستيدي ستيت ايرور، يعني اس في الاي. طب ما هي الاس اضربها في الاي عندك، يبقى ده الناتج النهائي كده. ده الناتج النهائي، الاس اضربها في البسط كلها تطلع بالمعادله دي. ركز معايا كده، ده الناتج النهائي. ممكن اضيف خطوه اضافيه، مش الاس في الار عندي عباره عن ار ما لا نهايه؟ مش قلنا اس في الار عباره عن ار ما لا نهايه؟ خلي بالك في التايم دومين تبقى سمول. الاس في الدي عباره عن ايه؟ اه دي ما لا نهايه. الاس في الدي بدي ما لا نهايه. المقام عندي شيل كل اس تعوض عنها بزيرو، يبقى جي 1 0 جي 2 0، واللي فوق برضه جي 2 0، يبقى كده المعادله النهائيه عندي اهي، سواء هتسيبها كده او تسيبها كده، الناتج صح في الحالتين. يبقى تاني، طول ما الاس في الاي كابيتال لما اس تقول لي زيرو ده عباره عن ستيدي ستيت ايرور او يطلق عليه اي ما لا نهايه، يبقى الاس في الار عباره عن ار ما لا نهايه، الاس في الدي عباره عن دي ما لا نهايه. خلي بالك بيبقوا سمول عشان يبقى تايم دومين، وعوض عن الاس في كل جي بزيرو، تطلع بالشكل ده. كل السلايدات اللي انا شرحتها ونفس المساله هعيدها لك في سلايد واحد. ركز معايا كده، هو عايز الستيدي ستيت ايرور صح؟ طب ما الستيدي ستيت ايرور انت محتاج الاي، الاي عباره عن ايه؟ ركز معايا كده، الاي ابدا بالاي بيساوي ار ناقص سي، ار ناقص سي. طب السي عباره عن ايه؟ السي عباره عن جي 2 في الانبوت هنا، يبقى عباره عن جي 2 في الانبوت ده، الانبوت ده عباره عن ايه؟ افتح قوس، عباره عن دي زائد الاوتبوت بتاع دي، الاوتبوت بتاع دي عباره عن جي 1 في الايرور، عباره عن جي 1 في الايرور، ما تعوضش عن الايرور، ليه؟ انت عايز علاقه الايرور بالانبوت، عشان اجيب الستيدي ستيت ايرور عباره عن علاقه الايرور بالانبوتس. لو عايز الستيدي ستيت اوتبوت اللي هو السي، يبقى علاقه الاوتبوت بالانبوتس. ركز معايا في المفاهيم دي، انت عايز علاقه الايرور بالانبوت، يبقى الار زي ما هي ما فيهاش مشكله، المشكله في السي. رحت انا شايلها وجايبها بدلاله الانبوت، الدي ده الانبوت والايرور اصلا في المعادله ايرور، يبقى خلاص بقيت علاقه في الايرور والاي، يبقى اخد السي ده اعوض عنها فوق. بص كده بقت العلاقه كلها علاقه في الايرور مع الانبوتس، مفيش اي رمز غريب تاني، يعني مش موجوده السي. فك دي، لما تفك دي خد الترم ده عشان فيه اي وديه الناحيه الثانيه، وادي الاي خد اي عامل مشترك، وسيب الترمات ما فيهاش اي الناحيه اليمين، تطلع الاي عندك بالناتج النهائي اهو. في مشكله؟ يبقى ده الناتج النهائي بتاع الاي. وقتها الستيدي ستيت ايرور عباره عن الاس في الاي، اضرب الاس في البسط هنا تطلع بالناتج ده، ده انا اللي حليته في السلايد اللي فات. او اشيل اس في ار عباره عن ار ما لا نهايه زي ما انا قلت اهي، اس في ار بار ما لا نهايه، والاس في دي عباره عن دي ما لا نهايه، وعندك الاس في دي دي ما لا نهايه، وعوض عن اس بزيرو في كل ترانسفير فانكشن عندي من دي. تمام، ده الناتج النهائي. نروح لاكزامبل 3 تاخد في المحاضره وانا هشرحه لكم. بيقول لي درايف ذا اكسبريشن فور ذا ستيدي ستيت اوتبوت. في فرق بين ستيدي ستيت ايرور وستيدي ستيت اوتبوت. ستيدي ستيت اوتبوت يعني سي اس اس، يعني عندي عايز سي ما لا نهايه، يعني الفاينل فاليو للاوتبوت. خلي بالك من المصطلح ستيدي ستيت اوتبوت، وعايز كمان الستيدي ستيت ايرور اللي هي اي اس اس او اي ما لا نهايه. وين بوز ذا ريفرنس انبوت اند ديستربنس، خلي بالك ريفرنس انبوت عندي ار والديستربنس عندي زد، ار بريزنت يعني الاثنين موجودين، يبقى عايز اكسبريشن زي المساله اللي فاتت بالظبط بنفس طريقه الامثله اللي فاتت. خلي بالك هنا في المساله طالب مطلوبين الستيدي ستيت اوتبوت والستيدي ستيت ايرور. تمام، يبقى انا محتاج لازم اجيب السي. ممكن استخدم السوبر بوزيشن، عندي هنا الاوتبوت اهو، اطبق السوبر بوزيشن عندي، اطفي واحد واشغل واحد، او اعملها في خطوه واحده. السي عباره عن ايه هنا؟
السي عبارة عن ناتج السامنج. السامنج هنا داخل له ايه؟ زد بالسالب، زد بالسالب زائد ناتج دي. ناتج البلوك ده عبارة عن الاف مضروب في الايرور، يبقى ناتج البلوك يبقى اف اوف في الايرور اي زائد الاشاره اللي جايه من هنا. الاشاره اللي جايه من هنا زد مضروبه في السالب، يبقى اقول ناقص زد. ما تغلطش في الاشارات، خلي بالك من الاشارات. طب الايرور عباره عن ايه؟ ار ناقص سي، ار ناقص سي. اشيل الايرور واحط ار ناقص سي. ليه عملت كده؟ عشان تبقى المعادله، بص كده، سي سي وعندي الانبوت زد والانبوت ار، مفيش اي حاجه غريبه في المعادله. يبقى تاني لما يكون انا عايز معادله الاوتبوت يبقى تبقى دلاله في الانبوتس بس، لو في المعادله ايرور لازم تشيله او اي سيجنال غريبه تانية لازم تتشال. يبقى لازم الاوتبوت سي يبقى دلاله في الانبوتس الموجوده في البلوك كله. وفعلا في المعادله دي حصلت على الاوتبوت وعلاقته مع الانبوتس بس. يلا كده اضرب السي بالسالب في الاف واديها الناحيه التانية تبقى بالموجب، وخدت السي عامل المشترك، الاف في الار اهي، وعندي بعد كده سالب زد نزلت زي ما هي. انا عايز السي، يبقى البسط ده على المقام اللي هنا تطلع بالشكل ده على طول، تمام. يبقى عندي الاف ار اهي على القوس ده وناقص واحد على المقام في زد، تطلع بالشكل ده مفيش مشكلة، او توحد مقامات تقول البسط على المقام ده مباشرة مفيش مشكلة، حل بالطريقة اللي تريحك. يبقى ده الاوتبوت النهائي على طول. انت لو استخدمت السوبر بوزيشن هتلقى عندك ترمين، الترم الاول عبارة عن سي على ار اللي هو ده، وعندي سي على زد اللي هو ده. يبقى الترم ده عبارة عن الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن من الانبوت للاوتبوت اللي هو من ار لسي، هسميه اف ار اوف اس. يبقى اف ار اوف اس عبارة عن الترم ده، ده عبارة عن الكلوزد لوب من الانبوت ار للاوتبوت اللي هو سي. اما الزد مضروبة في ترم، الترم ده عبارة عن ايه؟ الترم ده عبارة عن اف زد، يعني ترانسفير فانكشن من الانبوت زد للاوتبوت سي، هسميه سي زد وقتها. يبقى دي عبارة عن كلوزد لوب الخاصة من زد لسي زد هسميها اف زد، والكلوزد لوب من الار لسي ار هسميها اف ار، تمام. انت ممكن توصل للناتج النهائي ده وخلاص مفيش مشكلة، بس انا بوريك بعض المصطلحات شوية. زي ما قلنا ان الاف ار عبارة عن سي ار، خلي بالك هنا هترمز لها سي ار، سي ار على ار بالجزء ده، اف زد عبارة عن سي زد على زد، اعمل صفة زد هنا تطلع بالترم التاني. هو عايز الستيدي ستيت اوتبوت سي اس اس، او يطلق عليها الفاينل فاليو الخاصه بالاوت اللي هي سي اس اس او سي ما لا نهائي. زي ما قلنا ده القوس النهائي او الناتج النهائي اللي وصلنا له من السلايد اللي فات. سي اس اس اللي هو سي ما لا نهائي معناه ليميت اس في سي. طب ما سي انت جايبها اهي عباره عن الجزئيه دي، يلا اضرب اس هنا واضرب اس هنا وخد الليميت اس تقول لي زي. خلي بالك هنا دي عباره عن ثلاثه ترم معتمدين على اس، ما ينفعش اعوض عن اس بزيرو هنا، غلط. انا ممكن اخد الاس مع الار واقول دي الفاينل فاليو الخاصه بالار، تبقى ار ما لا نهايه، واعوض عن اس بزيرو هنا. يبقى الار ما لا نهايه عباره عن اس في الار لما اس تقول لي زيرو، هنا برضو الاس مضروبه في الزد، او ممكن اقول ان زد ما لا نهايه عباره عن اس في زد لما اس تقول لي زيرو، ممكن اقول كده. اعوض عن اس الموجوده في الترانسفير فانكشن بزيرو، وهنا نفس النظام، الاس في الار تبقى ار ما لا نهايه والاس في زد تبقى زد ما لا نهايه، ويطلع الناتج بالشكل ده. طب ما اف ار اوف زيرو انت جايب الاف ار من السلايد اللي فات، يبقى تروح تعوض في الترانسفير فانكشن بتاعتها عن كل اس بزيرو. الاف زد اوف زيرو اجيب ترانسفير فانكشن بتاعتها اعوض عن كل اس بزيرو. الكلام ده انا جايبه من السلايد اللي فات، هات اف زد اوف اس واف ار اوف اس وعوض عن اس بزيرو في كل ترم، تطلع بالشكل ده. هتتلخبط، ممكن اقول كده اس في سي بيساوي سي اس اس مباشره. طب ما السي عباره عن ايه؟ اللي هي المعادلة النهائية اللي أنا جايبها السلايد اللي فات قبل ما تعويض في الكلوز لوب، قبل ما أجيب الإف آر والإف زد اللي هي السطر اللي قبله على طول. اضرب إس هنا واضرب إس هنا، مفيش مشكلة. يلا كده هتاخد الإس في الآر عبارة عن آر ما لا نهاية، هتاخد الإس في زد بزد ما لا نهاية، وعوض في الباقي إس بزيرو. طيب يطلع نفس السطر ده، مفيش مشكلة. كده أنا خلصت الستيدي ستيت أوتبوت، أنا عايز الستيدي ستيت إيرور. اجيبه ازاي؟ ممكن اخد السي اللي انا جبتها من السلايد اللي فات، هقول ار ناقص سي واوحد مقامات واخلصها وتجيب الناتج مفيش مشكله، بس انا هحلك بالطريقه الثانيه المختصره عشان تحل بيها في الامتحان عشان وقتك. يلا الايرور عباره عن ايه؟ الايرور من هنا عباره عن ايه؟ ار ناقص سي، ملوش علاقه بالبلوك، الايرور عباره عن ار ناقص سي، ده ثابت. طب السي عباره عن ايه؟ بص من هنا انا عايز دلاله السي بالايرور من هنا، يبقى السي عباره عن ايه؟ ناتج السامنج دي، يبقى هتبقى سالب زد زائد ناتج البلوك اللي هو الاي في الاف. يبقى عندي ار السي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا افتح قوس كبير عباره عن السالب زد اهي، وناتج عباره عن الاي في الاف. الاي في الاف ما تعوضش على الاي هنا بقى، سيبها زي ما هي، لان عايز معادله في الاي والانبوتس،
عشان اجيب الستيت ستيت ايرور عايز المعادله في الايرور والانبوتس. تمام، هتاخد الترم ده بالسالب ودي الناحيه الثانيه وخد الايرور عامل مشترك، هتفضل ار وعندك سالب في سالب تبقى زائد زد. هات الاي لوحدها خد دي واقسم على الترم اللي هنا تطلع بالشكل ده، طلعت الاي مباشره. خدت بالك؟ جبتها في سطر. حصلنا على المعادله دي، انا عايز ستيت ستيت ايرور اي اس اس او الفاينل فاليو. اعمل ايه؟ اضرب الاس في الاي واجيب الليمت لما اس تقول لي زيرو، اضرب دي اف اس تطلع بالشكل ده. خد الاس دخلها جوه القوس، يبقى ممكن اسيبها له زي ما هي كده واقول له ده الناتج النهائي، او ادخل اس جوه القوس. لما ادخل اس جوه القوس هتبقى اس مع ار واس مع زد، واحنا قلنا اس في ار تبقى ار مال النهايه واس في زد عباره عن زد مال النهايه. عوض عن دي بمال النهايه، ار مال النهايه وزد مال النهايه، وعوضها هنا عن اس بزيرو، تطلع بالشكل ده. يبقى ده الفاينل فاليو الخاص بالايرور. هنا بيعتمد على الانبوت الخاص بالريفرنس ويعتمد على الانبوت الخاص بالديستربنس، كمان بيعتمد على دي اسميها الدي سي جين الخاص بالترانسفير فانكشن اللي هو اف اوف زيرو، اعوض فيها واجيب الدي سي جين الخاص بالترانسفير فانكشن. كده احنا خلصنا فيديو النهارده، ولو عندكم اي استفسارات واسئله سيبها لنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، وطبعا ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.